مشاهدينا نبدأ رحلة فقرات المستطيل الأسيوي مع دور الثمانية من البطولة. فيها تأهل المنتخب العربي القطري إلى دور نصف النهائي لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف. وسيطرت كوريا الجنوبية على الكثير من وقت اللقاء في حين نجحت قطر في النهاية من تحقيق الفوز والتأهل. وشهدت أيضا تفاصيل المباراة تفوقا كوريا خلال الدقائق الأولى بعدما امتلك الفريق منطقة الوسط وبدأ ينظم الهجمات على المرمى القطري لكن دون خطورة حقيقية تذكر على حارس مرمى منتخب قطر سعد الشيب. وظهر منتخب قطر بشكل أفضل في الشوط الثاني ونظم أكثر من هجمة شكلت خطورة على المرمى الكوري. ومن هجمة منظمة لمنتخب قطر وصلت الكرة للاعب عبد العزيز حاتم الذي سدد كرة صاروخية مباغتة سكنت الشباك الكورية مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 79. وبعد الهدف حاول منتخب كوريا جاهدا إدراك التعادل لكن دون جدوى وسط تماسك دفاعي ملتزم لمنتخب قطر لتنتهي المباراة بتأهل قطر للمرة الأولى في تاريخها إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية.